المفروض الاتحاد هو اللي يدور لكم ويسعى لكم اللي هو يجيب لكم سبونسر لكل لاعب، ولا اللاعب من نفسه اللي يروح يتكلم مع السبونسر يقول له لو سمحت تعالى رعاني عشان اشارك في البطوله وانت تكسب وانا اكسب؟ يعني ايه الاليه اللي المفروض، ايه الاليه اللي المفروض تحصل، وايه الاليه اللي بتطبق في الواقع؟ مش عارفة والله، بس هو الاتحاد ممكن يشتغل ان هو يجيب سبونسر للاتحاد، و مفيش مانع برضو لو يعني مثلا سبونسر عايز يراعي حد شخص حاجة واحد بس، تبقى في العقد مثلا ان هو ياخد نسبة من الـ من الـ من العقد ده، ما هو جايب له السبونسر يعني، اكنه هو يعني الايجنت بتاع اللي هو الوكيل بتاعه يعني. ده اللي المفروض يحصل، بس اللي بيحصل على ارض الواقع ان مفيش اصلا سبونسر لاي لاعب. لا، هم عندهم سبونسرات فرديه، مش كل واحد عنده اللعيب نفسه بيسعى. او بيبقى مثلا علاقات وكده، فبتصادف ان حد بي يعني هو يبقى يعرفه يعني مثلا في المكان كلها فردية. يعني.